أصدقائي، أحيانا كثيرة نحضر ونستعد للقاءات تجمعنا مع ناس نحبهم، ولكن ما نحضر لما بعد اللقاء. علشان كذا حبيت أطرح بعض الأفكار والاقتراحات اللي ممكن تساعدني وتساعدك على استمرار هذه العلاقة بشكل جميل ورائع. أولا، صور مع الشخص اللي التقيت فيه، وأول ما ينتهي اللقاء ارسل له الصورة عن طريق الإيميل أو الواتساب، بيشعر بقيمته الكبيرة عندك. ثانيا، أول ما ينتهي اللقاء ارسل له رسالة عبر فيها عن سعادتك انك التقيت فيه، سيشعر هو الآخر بسعادة كبيرة. احذر يا صديقي انك تتأخر في ارسال هذه الرسالة، مشاعرنا تكون أجمل إذا كانت طازجة وحارة. يا صديقي، صديقك هو ضيفك، هل تقدم لضيفك أكل بارد وغير طازج؟ وانتبه يا صديقي، لا تتأخر في ارسال الرسالة. أتذكر مرة كتبت رسالة وأجلت إرسالها حتى هو أرسلها، فصارت رسالتي كأنها ردة فعل. ثالثا، احرص في الرسالة أنك تشير إلى شيء يعجبك في اللقاء، سواء كلمة أو فكرة أو اقتراح، سيكون هالشيء أثر كبير في نفسه. رابعا، اكتب تاريخ هذا اللقاء، وبعد مرور عدة أشهر على هذا اللقاء ارسل للشخص رسالة، قل له رغم مرور عدة أشهر إلا أني ما زلت سعيد بهذا اللقاء. يعني تخيل بعد مرور 4 شهور من لقائك بشخص يقول لك قبل 4 شهور تماما في نفس اليوم التقيت فيك وما زلت سعيد بهذا اللقاء. الله. يا صديقي، إذا حبيت شخص لا تأخذه for granted بشكل مضمون، لابد تشعره بقيمته وأثره وتأثيره ومحبتك له. هذا الشخص ما عنده قدرة يقرأ اللي داخل صدرك، لابد تعبر له، اكتب له ولا كلمة. وغدا أجمل بإذن الله.